سلام بناتك، كنتمنى تكون كلكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، غادي نشوفوا واحد الموديل كيجي في بلاصه السفيفه. هو هذا، انا خدمت النص ديالو وخليت النص الاخر نخدمه مجموعين. خدمت درت الجهره هنايا، الجهره هكا درتو هكا طول حدا حدا وحده. وغادي نوريكم العقيق باش خدمت. خدمت بهذا، خدمت بالعقيق مهرس. غادي ندير هاد لارجونتي وغادي ندير هاد الكحل. غنوريكم الباكية باش كنخدم. هادي هي الباكية باش كنخدم. هذا العقيق ديال الماتسونو، كيكون الحبات ديالو مخادين. صافي، وغادي نحتاج هاد ديزيستراس. هاد ديزيستراس راه فيهم احجام، كاين الكبير وكاين الصغير. تقدر ديرو حتى الكبير الا بغيتي تجيكم شويه الخدمه عريضه، ديرو هذاك لي سيسخط اللي كيكون كبر من هذا. انا ما عرفتش واش عندي ولا ما عنديش دابا. دابا حاليا ما عنديش، عندي غير هذا. والخيط غادي نخدمو على جوج. نثبت هاد لي ديستراس. هاد لي ديستراس دائما فاش كتبتو في الاول دائما كيكون شويه صعيب، من بعد صافي راه كيتقاد. صافا انا يتبتت لي ديستراس كامل. دابا غادي نجي ندير هاد العقيق هكا مهرس. غادي نخدم بهاد البيض هو الاول كيما بان ليكم، عاد غادي نخدم بالكحل. غادي نجي غادي ندير خمسة ديال العقيقات مهرسين. غندير خمسة وغادي نحاول ندير خمسة اخرين فوق من هاد هادو مباشرة. خمسة اخرين فوق منها. غادي نجي دابا عندي خمسة عقيقات، غادي نجي في جوج عقيقات غندخل برا. هانتوما قرب لكم الكاميرا باش تشوفوا. اسمحوا لي هكا. عندي ثلاثة هنا كنخليهم وكنجي على جوج عقيقات كنخرج البرا وكندير خمسة العقيقات تاني. شو كنحطها تاني هكا. كنخلي دابا هاد الخدمة اللي درت انا كنخليها، كنهبط لتحت انا نوريكم من خرجت البرا بالضبط. كنخرجها على قياس جوج عقيقات بحال هكا، شفتوا هاي فين خرجت البرا.
كندير 5 ديال العقيقات، وغادي نجي فوق منها غندير ثاني 5 ديال العقيقات اخرين. دابا شنو كندير؟ كنبقى ندير نفس العمليه، غادي نجي نخرج البرا على جوج عقيقات هنا، هانتوما، كنخرج على جوج عقيقات الفوق قياسا، وكنخلي هاد العقيقه الوسط اللي كتبقى المسافه الفوق خاويه، ونعاود ندير 5 د العقيقات. نتمنى تفهموا الطريقه. صافي كنكمل بحال هكا، كنجي ثاني هنايا على قياس جوج عقيقات وندير 5 د العقيقات وفوق منهم 5، غنكمل هنايا حتى لهنا ونرجع لكم باش نوريكم من بغي ندير له الكحل. هانتوما البنات، انا درت هنايا 4، درت 3 سطر، 2 3 4، كنجي هنايا الفوق غادي ندير هذا الكحل هذا اللون، ودابا غنخدم بالكحل. دائما في 5 العقيقات صافي غادي نكمل بحال هكا، غادي ندير نفس القياس اللي درت هنا، غندير هنا غندير ثاني 4 سطوره بحال هكا، وعاد نكمل بالبيض. هانتوما البنات، صافي انا ساليت هادي 3 سطر، كنجي هنايا كندخل هاد اللون الكحل، هانتوما قرب لكم تشوفوا الطريقه مزيان. دابا غادي نجي فوق هاد السطر هذا، انا نوريكم خطوه بخطوه باش تتبعوا. غادي نجي ندير تاني 4 هنا، غندير 5 وغندير فوق هاد السطر هذا، شتو؟ غنبقى هادا هكا. غادي ندير كل سطر غادي ندير فوق منه سطر اخر، وهنا غادي ندير بالكحل تاني حتى نكمل الخدمه ديالي. هانتوما كيبان لكم البنات، هانتوما راه دايره جوج صفوفه بحال هكا، فوق منهم جوج صفوفه تساليتهم. غادي نجي دابا ناخذ على قياس جوج عقيقات بحال هكا، غنزيد ناخذ 5 عقيقات، غادي ندير تاني سطر فوق منها، غنجي تاني الجهة الأخرى نخلي عقيقة ونخرج البرا بحال هكا،
بحال قلتو كنخلي عقيقة وكنخرج الإبرة. وفي كندخل البرا هنا على قياس جوج عقيقات باش كيدينا العبار مقاد وكتجي تسلته منظمه مقاده. حاولوا خذوا العبار ديالكم شو غنكمل بحال هكا. وفاش غادي نجي لهنايا غنوريكم كيفاش غادي ندير له الكحل. صافي كديروا درت هنا ثلاثة صافي كنجي نبدل له الاخر الكحل وكن نفس الطريقه على جوج عقيقات هكا. وهنا ملي غادي ندير الكحل غادي نجي لهنا وغادي ندير الابيض. صافي بنات انا ساليت نوريكم كيفاش جات نتوما نتوما كيفاش انا بدلت الالوان باش يجيو شويه بحال مايل. نتمنى تعجبكم. وبالنسبه للكمام ما ديروهاش كامله في الكمام، الكمام غادي ديروا غير هاد الجهه هذه غير النص بحال هكا. ديروا بحال هكا لي زيستراس وتخدم فوق منهم غير هذاك النص، ولا كنتو بغيتو ديروها في الجلابه ديروا حتى في في القب بحال هكاك. صافي كان هذا هو الفيديو ديالنا هذا اليوم، نتمنى يعجبكم.